بسم الله، عندها تركيبة غسالة ملابس ميديا طبعا 7 كيلو او 8 كيلو الاثنين نفس التشغيل، طريقة التشغيل. عن طبعا زي ما اتعودنا، اول حاجة بنفتح باب الغسالة، نحط طبعا الغسيل بس ما نضغطوش، بنعمل قبضة يد ما بين الغسيل والسقف او شبر. طبعا طبعا في حالة الغسيل الصيفي، في الشتوي طبعا ما نملاش اكتر من نص الحل لان الغسيل نفسه بيبقى تقيل. ناخد بالنا بجميع الغسالات، ده الصح. نمرة اتنين بنفتح درج مسحوق، أساسي عندي كل مرة بحط نص كوباية مسحوق في الدرج اللي على الشمال، ده أساسي، ده في حالة الفم. ظهر كومفورت دوني أو معطر في الدرج اللي في النص، في الدرج الأولاني في حالة إن أنا أغسل بري ووش اللي هو الفمين اللي هو غسيل شديد الاتساع، بحط ربع كوباية إضافي كمان. عندي كل 10 غسلات يستحسن أضغط على الدباش هنا وأطلع الدرج، أغسله شده كده، بطلعه وأنضف من تحته وأرجعه تاني زي ما كان. بعد ما حطيت غسيل وحطيت مسحوق، ابدا اظبط مفتاح البروجرام حسب نوع الغسيل، طبعا بتلف يمين او شمال. طبعا عندي الشاشه هنا مفتاح الاوف اون او البكره بتاعت البروجرام، مجرد ما بلفها البروجرام بيديني التايم بتاعه هنا. عند اول بروجرام هنا برنامج اوت بال، طبعا هي الموديل دوت ما عنديش مفتاح للتمب او لدرجه الحراره، فبيديني القطن بيديني درجات حرارته كده متفاوتة، يعني ده برنامج القطن واقدر اغير كده درجات الحرارة اللي انا عاوزها ورا بعض. تمام، عند هنا اول واحد لو انا عاوزه على مية باردة، تاني واحد لو انا عاوزه على درجة حرارة 20، بعد كده درجة حرارة 40، درجة حرارة 60، يبقى انا بقدر اغير درجة الحرارة من البروجرام نفسه. عند بعد كده دخلنا على الجنسات، دخلنا بعد كده على الحراير، النايلون، الستاير، دخلنا بعد كده غسيل اقتصادي. كلمة غسيل اقتصادي اللي هو البرنامج اللي هو بيوفر كهرباء بيوفر مية بس وقته بيبقى 3 ساعات ونص، وقته كتير. عند هنا سبين اونلي اللي هو عصر فقط، عاوز احط غسيل اعصره، طبعا ده اوبشن زيادة، اي برنامج انا بشغله بيغسل ويشطف ويطرد ويعصر. بعد كده عند هنا شطف زائد عصر، عاوز غسيل احطه اشطفه واعصره، طبعا برضه اوبشن زيادة. تنظيف بالبخار، كلمة تنظيف بالبخار اللي هو الغسيل اللي هو ناس عندهم حساسيه من المسحوق، البرنامج ده تشطيفاته كتيره وبيغسل بالبخار. بعد كده عندي ميكس مختلط، ده هدوم الخروج عموما عاوز اعملها درجه حراره 60 او 40 او 20، طبعا 20 دي اللي هي المايه الفاتره اللي انا بفتح الحنفيه تلاقيها نازله في الصف الواحده. بعد كده لابد 45 دقيقه، ده برنامج 3 اربع ساعه، ده بيبقى اللي بيغير كل يوم، يعني في حد بيغير كل يوم هدومه، هدوم بتتحط على البرنامج دوت لان مش متوسخه قوي. طبعا اللي بيقعد الهدوم عليه يومين ثلاثه طبعا لازم يبقى في البرامج بقى العاديه. بعد كده برنامج سريع ربع ساعه، ده برنامج طقم واحد بس، طقم رحت بشوب مشوار وجيت احطه واحط عليه معلقه مسحوق واحده مش اكتر. بعد ما حطيت غسيل وحطيت مسحوق، ظبطت البروجرام على النوع الغسيل اللي انا عاوزه، المفروض اللي انا بعمله هدوس ستارت كده الغساله هتشتغل. في حاله اللي انا عاوز اجل التشغيل، يعني عاوز ما اخليهاش تشتغل على طول، بضغط على الديلي، الديلي دي بيخليها تشتغل بعد ساعه ساعتين ثلاثه، بختار التايم اللي انا عاوزه وبدوس ستارت هتشتغل بعد التايم دوت. في ناس طبعا عاوزين خلاص ملوش لازمه، يقول لك ملوش لازمه انا عاوز اشغل على طول، وفعلا هو طبعا يعتبر ملوش لازمه الا في ناس بقى عاوزينه لمهمات حاجات تانيه خاصه. عند هنا اكسترا رينس شطفه زياده، لو عاوز احط غسيل الشطف شطفه زياده طبعا بيزود لي في التايم اهو زي ما انا شايف. عند بعد كده هنا سبين سرعه العصر، سرعه العصر طبعا كل برنامج هو مظبط سرعه عصره على حسب نوعه، يعني انا عندي مثلا برنامج القطن هو اهو 1200 1400 لفة كده مش هيعصر خالص، فار كده مش هيعصر خالص، كده 400 بينزل بالعصر، هو كل برنامج هيعصر لوحده. عاوز اقلل ماشي، عاوز الغي ما فيش مشكلة عندي اللي هو يجي اصفر. عند هنا البريوش في حالة انا اغسل فمين بضغط كده بيعمل لي طبق وفي واحد هنا، فكلمة طبق وفي واحد يعني معناها الدرج الأول، يعني انا تحط لي في الدرج الأول كمان، ده بيزود في وقت البرنامج طبعا عشان يغسل الفم الإضافي. بعد ما حطيت غسيل حطيت المسحوق ظبطت البروجرام دوست ستارت خلاص الغساله اشتغلت، هتغسل هتشطف هتطرد هتعصر. طبعا هقول لكم ازاي النغمه ممكن افصلها في اي وقت، الصوت ده لو مش متضايق منه او اعمل امان الاطفال كده. خلاص الغساله اشتغلت، هتغسل هتشطف هتطرد هتعصر، غساله تخلص خلاص. بعد ما تخلص باجي اقفل الاكره ده على الاوف واستنى لو عاوز، طبعا الباب بيتفتح على طول بعد ما تكون هي كتبت لي اند يبقى خلاص خلصت، واقفل الاكره الف. طبعا هي بتوزن الغسيل الاول وبعدين تبدا تشتغل. طبعا انا في حاله ان انا عاوز اغسل تاني بريحها زي ما اشتغلت، مش هشيل واحط على طول. حاله ان انا عاوز اعمل امان الاطفال بضغط على الزرارين دول مع بعض كده، افضل ضاغط عليهم ما اشيلش ايديا، اكتب لي سي ال خلاص، اي حاجه هدوس عليها اكتب لي سي ال، يعني كده امان اطفال. بلغيه بنفس الطريقه اهو، صبعي كده على الزرارين كده خلاص اتلغى، ادوس على اي حاجه خلاص ما عادش موجود. حاله ان انا عاوز الغي الموسيقى
بضغط على الزرارين دول، اول موسيقى راحت كده خلاص، كده ما عادش في موسيقى خلاص، برجعها بنفس الطريقة، افضل ضاغط رجع تاني اهو. طبعا خلصت. شكرا.